مشاهدينا برحب فيكم من جديد، وبدنا نرجع نذكر كل الاولاد الصغار بالمسابقه والجوائز العديده من عند أروت تويز. فخليكم معنا لانه بعد شوي رح نبلش نطرح عليكم الاسئله اللي كثير هينين، وطبعا جوائز عديده بانتظاركم. اما هلا مشاهدينا لحتى نتعرف سوا على اخر اخبار السوشيال ميديا، نستقبل سوا رالف هون. هاي راد، يا كيفكم؟ شو علقت بالعشاء اليوم؟ علقت بالعشاء بس كل ما اتاخر عنكم بتعملوا شيء جديد بالاستوديو. هلا صار في شجر وغزال ودب وراي شوفوا هلا حل الاستوديو اكثر واكثر. ثانك يو بوجودك. ثانك يو. اليوم عندنا كثير مواضيع، كل موضوع من بلد. خلينا نبلش بامريكا اول شيء. في مره بعيشه بكولورادو، مجوزه عم بحارب برات البلد وكتير مقهورة انه مش قادر يمضي الهوليداي مع العائلة. فاللي عملته انه على القليلة بالجريتينج كارد عملت له فوتوشوب بكل الصور اللي العائلة موجودة فيها. أوكي. فمنشوف هون مثلا هو ماسك ارمية ماري، في ماسك ارمية كريسمس، وقدروا يبعتوا هالصورة لكل عائلتهم. هون كمان صورة تانية مع الاولاد. شو مهضومة، فكرة حلوة قدرت فيها تجمع العائلة حتى لو بطريقة شوي فيرتشوال او مش كرياتيف. هيك لتحسس انه كلنا بعدنا مجموعين وتحسسوا له انه هو معنا. اكيد. هلا في كمان هذه شغله حلوه نفكر فيها كمان بلبنان، مش معودين، لانه حلو نقدر نعمل صور نعملهم شويه فوتوشوب، او يمكن نروح على شي محل بيعمل هالصور ونبعتهم كجريتينج كارد بدل ما نشتري هالجريتينج كارد الخاصه اللي ما فيها ديزاين من اللايبرري. اي يكون شيء خاص منا بيرسونلايزد. وكلنا بتعرفي كعيال عنا صور مصورين، خصوصا هلا يعني نقضي وقتنا عم نتصور بالسيلولار. بتعرف عن جد اعطيتنا فكره. هلا انا بتخيل كثير هلا صار عندهم افكار انه يحضروا هيك نوع من معايدات او كروتة معايدة. لازم. وبركي هالجمعه الجايه بناخذ صوره كمان نحن بالبرنامج، يلا تنعيد كل المشاهدين على طريقه راد مع الدب وال ونتمر حياه المعايده، معايده تحلى حياه. ما رح ننسى ولا تفصيل. هلا ثاني موضوع، رحنا اكثر على هوليوود. راين رينولدز وبليك لايفلي، the two very famous and popular celebrities يلي شو ما ينزلوا اونلاين it goes viral قد ما في ناس بحبون. هن عادة ما بيفرجوا كتير ولادهم بأي صورة، بفضلوا يتركوا لهم private life، بس لأول مرة exceptionally ظهرون قدام الإعلام بافتتاح الستار على الهوليوود بولفارد لراين رينولدز. وقال كلمة راين رينولدز كتير حلوة، كمان انتشرت كتير أونلاين، شكر فيها بليك لايفلي على كل السبورت اللي عطيته إياه، إنه مش بس عطيته an amazing family بس كمان كانت حظه بكل الظروف اللي قطع فيها. دايما سيلبرتيز قد ما عندهم فولوور بيس كبير شو ما ينزلوا دغري فيري إيزي اللي بينتشر. أكيد. موضوع ثالث هلا رح نروح شوي على الجيمنج، يعني موضوع هلا ما عم نحكي عن الجيم. نحن بدنا نذكر كل المشاهدين هلا إنه المسابقة أروت تويز اللي مستمرة خلال هالشهر المجيد راح نكمل بالاسئله ويحضروا اتصالاتهم على الارقام اللي عم نشوفها هلا. حيطلع لك الجوائز، حيطلع لك شو ما بدك تعمل، فيك تفتح كل الكادوات كله لك. بتعرفي انه لو قد ما تكبري بالعمر الهديه الكبيره بتكون احلى من الهديه الصغيره. هي تفتح كادو حلو، هي الفكره انك تفتح الكادو حلو. لا وكل مثل ما قال كل ما تكبر اجمل الهديه بنحس الهديه اكبر واهم، مع انه بيقولوا عند البنات بس بالنسبه لنا نحن كم كرا يعني كم ايه كل ما يكبروا الكرا خلينا بالجيمينج. لك اوفر واتش وينتر وندرلاند اتس ا فيري بوبولار جيم عند الناس الصغار بالعمر. عملوا فيرجن خصوصي لكريسماس اطلقوها وكثير عملت ضجه اونلاين لان كل الناس كانوا ناطرينها. فبركي كمان بنشوف في شويه صور عنا لنشوفهم. هون شو عم نشوف راي؟ هون عم نشوف الجيم، عم تشوفوا قديش صارت الانيميشن ريل يعني ريل يعني بتذكروا نحن على اتليست يعني انا بتذكر لما كنت صغير كان كله يكون الكاركتر هو 1 بكسل في صوت يمكن كثير بدائي يطلع عليه. هلا قديش صار حقيقي لايف مع اللعبة كانك بقلب الجيم. هلا مثل ما بتعرفوا الفيرتشوال رياليتي هي النيو ثينج، يعني بتحطي هالعوينات على عيونك وبتشوف اللعبه كانك بقلبها، بتضمي راسك بتطلعي فوقك تحتك كانك بقلب اللعبه. بركي بنجرب بش حلقه كمان قريبا نفرجي المشاهدين كيف الفيرتشوال رياليتي بتمشي. رح ننتقل على غير موضوع. عندنا موضوع انا هذا يعني هذا بس بعده بهمك هالنوع من الالعاب رايف لإلك؟ هلا المشكله هي الوقت، يعني انا اصحابي اكثريتهم بعدهم بتابعوا. اذا ما كنت علقان بعشقة سير وانت بالبيت. هلا يمكن لانه السلولار صار عليه كمان العاب هالقد متطورين فبطل في زوم انتم اللي راح يروح على البيت، يمكن بالمكتب
اوكي ما باين عم بلعب بالشغل بس في العاب لا لا بعجي اضرب في العاب غير هيدي رالف الكبار كثير بتعلقوا فيها بصيروا مدمنين كمان خصوصا العاب الورق او العاب الطاوله هول دير فيري ودير سوشيال بطل انك عم تلعب بالكمبيوتر صحيح رح ننتقل على موضوع انا اقرب موضوع على قلبي اليوم اللي هو موضوع ليونيل ميسي مع هز نيو سوبر فان اذا بتتذكروا من كم شهر ولد صغير بافغانستان مبين انه كثير حالته يعني ما معه مصاري ليه عمل مثل تي شيرت من بلاستيك وكتب عليها ميسي او من كيس بلاستيك ميسي رجع سال قال مين هالشخص واذا فيكم تعرفوني عليه والسوشيال ميديا اكيد لبت الطلب رح نشوف هون كيف بهيدي الجيم يلي صارت بين قطر والسعوديه مرتضى اللي هو الفان الجديد لليونيل ميسي كيف كان عم يلحقه بكل الملعب يغمره وتكي كان عم يتركه ليكن كيف يركض لعنده ما تركوا ولأن الميسي كتير حبوا الناس بهالفيديو لأنه فرجة قديه طويل باله وما تضايق أنه عرفته بالعكس كان عم يمسك له إيده يتصور معه فرجة عن إنسانية كتير كبيرة فعلا هاللفت الانسانيه يلي قدمها ليونيل ميسي بتبين قد هو كمان عنده شخصيه كتير حلوه وقد هو قريب من يلي بحبوه وين بيوسع دائره جماهيريته اكزاكتلي عم بيقول له انه روح على جنب لما نبلش الجيم وما بده الولد يفل فمرتزع عن جد يعني قصته كتير كتير حلوه هون اخذوه على العصب يضلوا معه يضل كمان مش بعرف معه يعني كلنا بنتمنى نكون بنص الملعب يمكن بهيك ماتش اكيد بعد في اخبار بعد في اخبار عندنا بعد موضوعين اول شيء توب تريندينج سيرشز دائما لما نوصل على اخر السنه يوتيوب وجوجل ببلشوا يطلعوا ريزلتس تبع السنه هلا رح نبلش بجوجل اليوم نحكي عن شو اكثر مواضيع اخذ عليها سيرش ترندز ديورينج ذا باست يير انتم برايكم اكثر موضوع هو سياسه ولا فوتبول ولا جيمز ولا بتخيل سياسه انا كلنا توقعنا هيك لا يورو 2016 كان نمبر 1 اوكي من بعده عنا بوكيمون جو انا رايي الاحوال الجويه هلا بس صارت طريقه شوي عم تخبط بوكيمون جو كان ثاني موضوع من بعده في ديفيد بوي دونالد ترامب بنس الايو ريفرندم التصويت صار بيوروب الاولمبيكس اليو اس الكشنز وديدبول سوبر هيرو دونالد ترامب اخذ المركز رقم 4 ديفيد بوي رقم 3 قبله بوكيمون جو اتس انترستينج الواحد يشوف انه كيف بوكيمون جو سبق دونالد ترامب يمكن الناس عم تطبش اكثر عن قصص تسلايه من قصص سياسيه مثل ما نحكي كمان بيصير عنا بلبنان لما بنكون قرفانين من الوضع السياسي ما بقعد حدا مثلا يحب يسمع برامج سياسيه بيروح اكثر على الفان بيروح يسلي حتى يموه عنه دفنتلي رح ننتقل على اخر خبر اللي هو كلنا اكيد سامعين بالهافينغتون بوست يلي هي جريده اونلاين كثير مشهوره وورلد وايد وكل الناس بتقراها عامله ليستا بكل الكريسماس تريز يلي هن بنظرهم احلى كريسماس تريز بالعالم ولبنان اخذ محلين بهالليستا خلينا نشوف شويه صور سوا المحلين هن لازغارتا ولا بيبلوس هون عم نشوف سجد بيبلوس شجرة صغيرتها بتتميز انها غريبة يعني منا بالحجم ولا بالكبر وعالية على الارض عالية على الارض كلها مدواي ففي فينا ناس تفوت على هافينغتون بوست تشوف كل باقي الصور بس بالفعل عن جد هالشجرتين يعني هون بتنبسط هالشجرتين لانه عن جد اذا بتقارنيهم حتى بالبقوة يعني كتير حلوين انا ذكرنا ريبورت انه شجرة الميلاد بجبال احتلت المرتبة الاولى بالعالم يعني هالسنة ولا سنة الماضية هالسنة كمان صنفت من اجمل الاشجار يعني من بين اجر اشجار المدن بالعالم مزبوط. من لندن وباريس وايطاليا وبرلين يعني الكرياتيفيتي دائما بتلعب دور قوي عند اللبنانيه وهذا الشيء نحن لازم نفتخر فيه بس قبل ما انهي انا بدي دائما بنبسط لما اكون ماشي على الطريق او بمشي محل بيجي حدا بيقول لي انه نحضر برنامجكم وبننطر فقره السوشيال ميديا وبنبسط لما يكون اوقات ناس يمكن منهم نسيسيرلي صغار بالعمر يمكن من كل الاعمار فبدي بس اقول هاي لمدام ضحى شمونه لانه بعرف انه انا ما بعرفها بس وصل لي من عائلتها أنه هي دائما بتنطر هذه الفقره صار عندك فانز كتار رالف صار عندي اكثر واكثر واكثر بعد يعني ان شاء الله مع الوقت بس انه انا بنبسط فيه انه عن جد بينطروا الفقره وبيتسمعوا عليها وفي ناس يمكن مش مستعمله السوشيال ميديا من قبل بيصير على بالها تفوت وتنبش بتشجعهم انه يتشجعوا اكيد اكيد فبدي اقول لها ثانك يو لمدام ضحى انه بتحضرنا وثانك يو لكل الناس اللي بيتابعونا وبيتابعوا فقره السوشيال ميديا فكرة السوشيال ميديا وصلت لنهايتها لليوم للأسف شكرا لك رالفون ونحن نعطيناك الأسبوع المقبل الأجواء الميلادية بعد أكثر وأكثر وبانتشار أكثر وأكثر كمان لك رالف